الكثير منا لديهم فكرة لمنتج أو لمشروع مميز يريد إنشاؤه والنجاح به، وفي هذا الفيديو سنلخص كتاب سيساعدك لإنشاء مشروع تجاري مميز ويختلف عن باقي المشاريع العادية. كتاب زيرو تو وان للمؤلف بيتر ثيل. لكل من لا يعلم من هو بيتر ثيل، بيتر ثيل هو من مؤسسي بيبال، وبيبال هو من أكبر البنوك الافتراضية بالعالم، وقد باعها بيتر ثيل بمبلغ 1.5 مليار دولار. أيضا الشركاء لبيتر عندما كان يمتلك شركة بيبال هم الذين أنشأوا لينكدين ويوتيوب وموقع يلب، مواقع جدا ناجحة ومعروفة في العالم. أيضا بيتر هو من الأوائل الذين دعموا فكرة الفيسبوك وإنشاؤها. يوجد لبيتر أسهم في شركة فيسبوك تقريبا 7%. وانتبهوا عدد نجاحات هذا الشخص وكيف أثر على أشخاص آخرين وأوصلهم لما هم اليوم. فالموضوع الأول بالكتاب الذي يتحدث عنه بيتر هو مشاريع الستارت اب، ويقول هدف إنشاء ستارت اب هو خلق ابتكارات جديدة لم تكن في السابق هذه الابتكارات، أي أن نقفز من الصفر للواحد، أي ننتقل لمرحلة لن نكن بها من قبل. مثال لابتكارات كهذه شركة أبل عندما أعلنت عن الآيفون. قبل إعلانها عن الآيفون شركة نوكيا كانت مسيطرة على سوق الهواتف، حتى أن أتت أبل وأعلنت عن الآيفون الذي غير عالم الهواتف والذي دمر بشكل رسمي شركة نوكيا. فهنا شركة أبل ابتكرت تكنولوجيا حديثة لم تكن من قبل في عالم الهواتف. فالكاتب يقول لكي ننجح في فكرتنا علينا التفكير بابتكار لم يكن له مثيل، وأن لا نقلد الآخرين أو ننتج شيء شبيه للمنافسين. أفكار شبيهة للمنافسين أو للآخرين تعتبر من الصفر لN، أي فكرتي أو فكرة الآخرين على نفس المستوى ولا يوجد أي شيء مميز بفكرتي. لذلك علينا أن نطمح بإنشاء ابتكارات لم تكن من قبل، ولا نسعى بتحسين فكرة شخص آخر أو منتج معين. الابتكار دائما يتغلب على التحسين. وأريد أيضا أن أقول لكم جملة مهمة جدا ترتبط في موضوع الابتكار، وهي مفضل أن تكون الأول من أن تكون الأفضل، أي مفضل أن نكون في عقل الشخص أولا وأن يفتكرنا بمجالنا كأننا أولا الأول في الابتكار هذا من أن نكون الأفضل بالمجال، لأننا سنكون دائما في اللاوعي والفكر الخاص لهذا الشخص في المجال الذي سنختص به. العامل الثاني في الكتاب هو تجنب المنافسة قدر الإمكان لخلق احتكار في مجالكم. وما يعنيه؟ دائما فكروا بمجال لا يوجد به الكثير من المنافسة لكي تكبروا احتمالات نجاحكم في المجال، وتطمحوا لتكونوا مونوبول، أي محتكرين بالمجال، وتتحكموا بشكل كامل في المجال. ويحذر الكاتب عند وصول لدرجة الاحتكار عدم استغلاله لمصلحتكم الشخصية، وإنما لكي تساعدوا الجمهور أكثر وإعطائهم إمكانيات جديدة أكثر. مثال لشركة كهذه هي جوجل. جوجل هو مونوبول في فئة محرك البحث في الإنترنت، وانتبهوا أنها تعطينا الإمكانية لاستخدام غالبية أدواتها مجانا، جوجل ترانزليت أو جوجل مابس أو محرك البحث المعروف الخاص لجوجل. تخيلوا لو جوجل بدأت تطلب مبلغ اشتراك مقابل هذه الخدمات. فدائما حاولوا إيجاد فئة أو مجال لا يوجد به الكثير من المنافسة، وإذا نجحتم لا تحتكروا المجال ولا تستغلوه أيضا لمصلحتكم الشخصية. العامل الثالث في الكتاب يتلخص في جملة مهمة، وهي إنشاء احتكار في فئة مخصصة مع تميز من الصعب نسخه، وبعد ذلك تدريجيا نتوسع لأسواق أخرى. وما يلاحظه الكاتب أن جميع الأشخاص التي لديها فكرة لستارت أب تفكر إنشاء مونوبول أو مشروع،
ينافس شركات كبرى في المجال مثل التنافس مع أمازون أو أبل مباشرة من البداية. لذلك الكاتب يقول: أولا علينا السيطرة على فئة مخصصة، وعند التأكد من السيطرة الكاملة على الفئة المخصصة نتوسع لفئات أخرى ونتوسع لأسواق أخرى. فهذا مهم جدا أن نعرفه، أن لا ننافس الشركات الكبرى مباشرة. مثال: في البداية فيسبوك كان مسيطر بشكل كامل فقط في جامعة هارفارد. عندما تأكد من سيطرته الكاملة قرر التوسع لجامعات أخرى في الولايات المتحدة، من ثم توسع لولايات أخرى في أمريكا، من ثم قرر التوسع لدول أخرى. لذلك دائما ابدأوا بفئة بنيتش صغيرة سيطروا عليها، ومن ثم تتوسعوا تدريجيا، لا تنافسوا العمالقة مباشرة. أيضا مثال لشركة أخرى، موقع أمازون. موقع أمازون كان مسيطر فقط بفئة الكتب، وتدريجيا توسع لفئات أخرى، وانظروا اليوم هو مسيطر بشكل كامل على عالم المبيعات الإلكتروني في الولايات المتحدة ودول أخرى. للتلخيص، لكل من يريد إنشاء مشروع تجاري جديد عليه الانتباه للعوامل التي ذكرتها: أولا التركيز على الابتكار وليس التجديد، ثانيا تجنب المنافسة قدر الإمكان، وثالثا التركيز على فئة مخصصة والتوسع تدريجيا. بالنجاح لكل من لديه فكرة جديدة. وإذا لم تشتركوا بالقناة بعد، لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية وتلخيص كتب مهمة في عالم إدارة الأعمال وعالم التجارة الإلكترونية. لا تنسوا الضغط لايك على الفيديو، وسأراكم في فيديو آخر.